بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. مساء الخير على كل الأهلوية في كل مكان، مساء الخير على كل عاشق للكيان، مساء الخير على الجميع. وبإذن الله هيفضل الأهلي دايما فوق الجميع. مش عارف أبتدي إزاي، ولكن يوم من أسعد أيام حياتي، يوم كأنه حلم جميل بالنسبة لي. بس أنا عشت الحلم ده قبل كده، عشته سنة 84، وبالتحديد شهر يوليو 84، أول يوم دخلت فيه النادي الأهلي. كان حلم بالنسبة لي ارتداء فانيلة النادي الأهلي، وعشان ما أكونش كذاب، كان حلم بالنسبة لي إن أنا أعدي من جنب سور النادي الأهلي. ولكن ربنا حقق لي الحلم دوت، والحمد لله فضل توفيق ربنا، فضل جمهور النادي الأهلي، فضل منظومة النادي الأهلي، قضيت أحلى سنين عمري في النادي الأهلي. الحلم اللي أنا عايش فيه دلوقتي دوت ما كنتش أتوقعه أبداً. السيناريو لو أنا كنت حاطه بإيدي ما كنتش هطلعه بالإخراج دوت. وعشان نبدأ في الموضوع دوت على طول بدون مقدمات، أنا فوجئت باتصال تليفوني الأسبوع اللي فات من أحد السادة المحترمين المسؤولين عن قناة النادي الأهلي، وكان بيقول لي: كابتن أيمن صباح الخير. قلت له: صباح النور. قال لي: إزيك، عامل إيه؟ كويس الحمد لله. قال لي: إيه رأيك تشتغل معانا في النادي الأهلي؟ فأنا قلت له: أشتغل فين؟ قال لي: تشتغل معانا في قناة النادي الأهلي. فأنا افتكرته في الأول واحد وبيعمل فيا مقلب، أو واحد بيهزر معايا، فأنا مش مصدق. قلت له: أشتغل في قناة الأهلي؟ وأنا من جوايا برقص، يعني أنا عايز يقول لي آه. قال لي: أيوه، تشتغل في قناة النادي الأهلي. قلت له: ما فيش، يعني ما فيش مشكلة، أنا تحت أمرك على طول، يعني بدون تردد. وأنا فرحان من جوايا، لدرجة حتى إن زوجتي كانت جنبي حست إن أنا فرحان ومبسوط وببتسم، وأنا حاسس إن ده مقلب ومع ذلك ببتسم. وبعدين فضل يكمل وقال لي: عايزينك كمان يومين. قلت له: كمان يومين؟ قال لي: ايوه كمان يومين. قلت له: لو قلت لي دلوقتي انا هنزل، ومين يقول للنادي الاهلي لا؟ ومن امتى كنا بنقول للنادي الاهلي لا؟ طول ما ربنا موجود وجمهور النادي الاهلي موجود ما تقلقش ابدا ولا تخاف. خدت القرار مع اول طياره بعديها بيومين، وانا في الطياره عمال استرجع ذكريات مع النادي الاهلي، احلى ايامي مع النادي الاهلي. بعد غياب 25 سنه راجع للنادي الاهلي، منهم 21 سنه في امريكا، ولكن 25 سنه زي كل المصريين المغتربين، عدى السيناريو شريط قدام عينيا. احنا زمان لما كنا بنروح نلعب في البلاد العربيه كنا نلاقي المصريين بيقولوا: انا بقالي سنتين هنا، انا بقالي 3 سنين هنا، بس هنزل السنة الجاية. نروح السنة اللي بعدها نلاقيه موجود يقول: بس هنزل السنة الجاية. وسنة تجيب سنة تجيب سنة تجيب سنة، لحد ما قعدت في أمريكا 21 سنة، ولكن ما صدقت إن جت الفرصة إن أنا أنزل. هو نوع من أنواع التحدي. يمكن لما جيت سنة 84 كنت بلعب جوه الملعب كورة، هلعب كورة برضه هنا ولكن بره الملعب. الحمد لله رب العالمين، أول ما نزلت عايز أسأل: أنا هشتغل إيه؟ أنا جاي أي حاجة في النادي الأهلي أو في قناة النادي الأهلي؟ أنا مبسوط إن أنا راجع لبيتي، راجع الأول لمصر، راجع للنادي الأهلي عن طريق قناة النادي الأهلي. من غير ما أسأل جات لي الإجابة، قالوا لي: أنت هتشتغل في الاستوديو التحليلي. فكل اللي جه في بالي إن أنا هشتغل محلل. قالوا لي: لا، أنت اللي هتدير الاستوديو التحليلي. قلت لهم: أنا؟ قالوا لي: آه أنت. من هنا فكرت في حاجة واحدة بس: توفيق ربنا وجمهور النادي الأهلي العظيم اللي ياما وقف جنبي وياما وقف جنبنا كلاعيبة نادي أهلي في أحلك المواقف وأصعب المواقف، اللي عمل اسم أيمن شوقي، اللي عمل اسم كل لاعيبة النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللاعيب رقم واحد في كل اللعبات الرياضية. طالما معاك ربنا وجمهور النادي الأهلي اوعى تقلق أبداً. الحمد لله رب العالمين، خدت قرار، قابلت التحدي زي ما قابلت التحدي سنة 84 ونجحت بفضل الله وفضل جمهور النادي الأهلي. قابلت التحدي وبراهن على نجاحي إن شاء الله
بجمهور النادي الأهلي، ولذلك قبلت التحدي، وبإذن الله يا جمهور النادي الأهلي بيكم هعدي. حابب قبل ما نطلع فاصل أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب على مجهوداته العظيمة اللي بيعملها لرفعة النادي الأهلي، وحابب أشكر شركة لايف اللي ادتني الفرصة وإن أنا أكون متواجد معاكم. حابب أشكر جمهور النادي الأهلي وبارك له على تطوير قناة جديدة وافتتاحها، ببارك لكل أهلاوي وكل أهلاوية في كل مكان، وأتمنى من ربنا التوفيق، وإن شاء الله نطلع فاصل ونرجع نستمر.